كنسكن في البغنوسي الضواف أه سيس أما ثلاثة ضواف أه واحد السيدة خادة بنت أول جيرانة عرضت أه عليا العشا مشيت عندها تشاشيت جالس واحد السيد جالس راجلها و هي دايرين طاجين و موناضة صافي تشاشيت معاهم عادي تشاشيت معاهم ما صافي تشاشيت جالسة معاهم شوية ما, على, راس. أه اللينا شوية ما على راسي اه كنسكن وحدانا قابل لينا شوية في الكاريان نيت ما على راسي صاب بلي مني ضبطني فايقه مع ربعة الصباح فقت لقيت راسي موجوده في عند واحد السيد بزناز كنت في عند مقهى مقر هاد السيده لقيت راسي مقر خو مع ربعة الصباح مني انا غنخرج من تماك كنسمع واحد الهضره الغد لي بلي داك السيد دار ليا وداو ليا والناس كيطلوا من الشرجم هما شافوا كلشي داير ديال الحمى تماك مع 12 ليل شافوا كلشي بلي داك السيد غتصبني وكيشوفو فيه هو كيغتصب فيا كيقول كان في الباب ما يعني ما ماشي فيقوا ماما ولا يعني ما ضابنا هنايا اقرب لينا في حومتنا صافي انا ما نكذبش عليك انا كنت غنتحر فيها مرات فما خايبه صافي تبعت فيها عند طبيب نفساني دوس عند طبيب نفساني دوس فيها ولدي مابقاش كندير المدرسه ما والو جلست صافي ماما كتقول لي ما كتمشي دوس عند الطبيب النفساني يعني على الطبيب النفساني اللي يعاود الماما ماقدرتش نعاود الماما انا صافي آه دا مشيت جلست مع السيده مع خويا تماك خويت جلست حدا فين كيقرا ولدي جلست مع السيده تماك جلست عندها صافي تماك ماما كتجي عندك تحط لي ماكلتي وداك الشيء صافي يعني وليتي بحال مراتي آه مراتي مابقاش كنقدر نشوف في الناس حيت كيقول لي بلي كنشوف وحاشاك هازلك رجلاك ودايرلك ودايرلك يعني شافوا داك الشيء بعينيهم ما فهمتش انا ما عاقلاش على داكشي صافي وانا مشيت ل هذاك النهار ديال المدرسه جيت ناخذ الشكاف ولدي من الدار من الدار عندنا في الطوا في السعيسه لا ما ديكلاري هادش بيهم خفتش منهم انا يحشموا بزنازه ما قدرتش نديكلاري بيهم صافي مني مني جي انا ناخذ الشكاف ولدي هبط واحد تلقى لي هو حط لي في عنقي، واحد قال لي خصها خصها حاجة خصها ربا، فلوسها في جيبي، هادو بجوجهم بزنازة، صافي انا مني خفجات ماما داكشي شدها ويضرب ماما سلخ ماما والناس كتشوف شي حد ما كيفك صافي وانا نمشي هي فاش غنمشيو نديك لافيو ومن فين نديك دابا درت ما ماما السفته فيك داكشي مشينا ندبت انا السفته فيك وما سبتش واحد الجنوي حط ليا هنا درت السفته فيك ديك لافيو ديك لافيو دي نتشدو تشدو, تشدو بالاثنين ديك لافيو حنا هاس قلنا نهار السبت ما بين السبت والحد تشدو نهار الاثنين تشدو الدائرة ربعه 34 اه داك الدائما ديال ربعه وثلاثين تشدو نهار اثنين، نهار اثنين صافي طلعوني عاوتاني الاناسي صافي عمرولنا داك السيد دازو جنايات، صافي وجينا واحد السيد بحال لبسنا تا هو جا لينا ويقول لينا قال لينا زعما سمحوا ليه. هذا معاهم ولا الشاب ديالهم؟ اه عليهم كبير، هو اللي كيقول هو اللي هو يم... اللي منضواهم كاملين، صافي ويقول لي سمحوا ليه ما بغاش تسمح. قلنا زعما تخويو بيا علاش ما تسمحوش لي تخويو بيا انا ما نعطي عليهم 40 مليون ونخرجهم بحال هكا كيدوي صافي وانا غدلي عند غدلي حنا عندنا جلسه عندنا جلسه دز مشينا الجلسه رجعوهم تمديد رجعوهم تمديد قالك العقبه شي شهود مع العقبه شي شهود بحال هكا صافي العقبه الشود انا ما طلعتش معاهم ما رجعتش انا معاهم صافي قلت لغدا نمشي عارفين الجلسه واش الجلسه غدا كانت كنتفاجئ جالسين جالسين تقدمت انا وياهم داكشي حتى كنتفاجئ خرجوا صافي خرجوا هذاك بعد واحد يوم كيتحلف علي وسط القاعه التاش كيتحلف عليا كيقول لي غنهبطك معايا مع هو بزنات قال لي والله حتى نهبطك معايا كيتحلف لي قدام ماما كيقول اه كيقول لي نهبطك معاه صافي هو مفعم بحد المحاماه اعمامه موقف علي ثلاثه المحاميين اعمامه صافي قال لي والله تنهبطك معايا هو كيبيع الفانيد معروف معروف في السي عيسى الفانيد وانا آه من يخرجوا انا بغيت ندير شي الملك درت شي المالك الملك بيهم هما واش عرفوها ولا داكشي <applause> <applause> انا ما فهمتش لحد الان ما فهمتش علاش خرجها اه دفع السفسفي كاش وكل شيء يعني ما فهمتش علاش خرجوا انا اللي كنقولي شاد لي في حومتنا ما كيبغيش يشاد كيقولي لي ما نقدروش نشاهدوا كل شيء خايفين منهم آه ما يقدروش صافي نهار اثنين نهار اثنين اه نهار اثنين مع العشرة الليل بس عموم بس المدة نهار اثنين اش نجمعش عليه واحد العصابة بالسيوفة من اه اه في الدار في بابك هفسو لنا كاع الشراجم عندنا شراجم في بابك عارف الباب كيكونو شراجم صغيرين هفسن الباب كيقولوا كيقولو كيسميوني داكشي وكيقولو غنشدوك كان من ديك الهضرة خايبة وداكشي والكريم كلشي خرج ومكاينش اللي اللي فكوا لهذا مني بغات تخرج ماما شحال باب السيف داز لها من حدا وجهها ما حيتش بحال هكا السيف كان غيدي لها وجهها صافي مني مشاو هما خرجت انا غيكون هاد رئيس العصابه ديالهم قلت لي الله ياخذ فيك الحق كاش قولي بديك بديك الجلاله داش كنقول الله ي... مني غتشوف داكم مهجمين عليك كنقول الله ياخذ فيك الحق صافي وي مهم تعاون انا وياه هبطت مرتو حتى هي صافي وينيش نشري واحد الحاجه نيش واحد الحاجه اه نيش عليه واحد الحاجه ما جاتش فيا هو طاغي هو كيضرب كيضرب العيالات ش... كيضرب الوليات ش... كيضرب كدا... الوليات ش... بزاف ومرتو كضرب راسها وكتقول بلي كضحى على الناس معروفه مرتو كضرب راسها صافي وي ويدير اه ويشم جاب هز كبيره جاي كيجري هاكا دخل عليا للدار الباب هاكا دفع عليا دفعات وما خشى التيطواره خشى عليها هنا اه ماما طاحت ليا تماك واتصور انني كنقول للناس عيطوا لي لومبيلونس حتى حد ما يقدر يعيط حتى حد ما عيط لي لومبيلونس لا والو تعيط لي انا من جات لومبيلونس حبسوها حبسوها ما خلاش الدور السادس البوليس حبسوها اه, آه, آه منه حيت الح... الحس... هو واعي بزاف كسفت الناس الحبس بزاف بزاف فهمتي انسفت اللبغة اللي بغاو اللي بغا هو معروف تماك معروف عندنا في كارين سي عيسى معروف خايد واحد البنت تماك معروف صافي مني مني مشيت انا ماما ديتها الميريزكو دي وداكشي خيطت ليها وداكشي لحقوا عليا انا مسجلاها ما عرفتش واش باللي مازال غنصيفطو لك هكا عندي التسجيل ديالها ما عرفتش واش غنصيف طولك غنصيفطو لك اللي غيخوي عليك المقاطع في وجهك ومعدك عندك ما تصوي منا حنا بزنازه بحال هكا عندي التسجيل ديالو صافي هادشي اللي كاين هادي عداوش دابا انا مني مني طلعت انا صافي انا خويت اول حاجه حاولت نتاها شحليت البوطا البوطه كنت غنحرق راسي ماما قالت لي هادشي اللي بغاو صافي وانا جمعنا حوايجنا خوتي مراد انا اللي مقابلاهم ماما خدامه في حمام انا اللي مقابله خوتي اللي مراد قال لهم انا كنعطيهم الدواء كل شيء انا والبارح مشيت هبطت نجيب غا الدواء كي صحابوني جيت الوقيله للباب هكا بغيت نجيب غا دي الدواء ديال خوتي هبطت نجيب الدواء ديال خوتي الطاقسي أه... الطاكسي داني جابني صافي تا عيطوا لنا الجيران قالوا لنا واجاو عاوتاني ال... كي انا كين تماك واجاو تهجموا لكم عاوتاني على الدار وكي كيما شي ليك ولا كيقول لك لا كيما يطالك لك يطرا كيما كيما جاولك لك انت تتعداو عليك حنا يتعداو علينا <applause> اه هو اصلا كيجيب في الزور خاص يعني هاد القضيه يكون فيها بحث هادو اللي كيشهدوا خاصهم يتعمقوا في البحث ديالهم معاهم كيشهدوا بالزور اه كيعطيوهم فلوس كيشهدوا وما حاضرينش وش وكيشهدوا بش كيشهدوا ما عرفتش انا باش كيشهدوا صافي هادشي اللي كاين ودابا انا درت نت... اه خلي الدار نهبنا آه وخلينا نضو لينا خايفين على راسنا انا بعدا مش نقول على خايف على امي مني مني كتشوف طايحة ودمايات وحقك ما كتاخذوش شي شي الكوميساريه وهو دخل وما ضربت راسه وقالت خوتي اللي ماض باللي اللي ضربوها وخوتي ما خرجوش يديروا بحث باللي خوتي ما خرجوش هي طاغيه هي كضرب راسها بزاف هي ضربت في وقالت لواحد السيد باللي ما ضربني وهو ما ضربها ما والو واحد السيد عندنا في الحومه تماك كانت هي كضرب في كتصافت الناس بزاف الحبس لا هي لا راجلها طاغين كيبز بزنزو طاغين اه صافي آه دابا انا ما نكذبش انا ولدي المدرسه ضيعت دابا في المدرسه كانت مقا مخ... كانت بالفلوس وداكشي الشيء هو العام شالي لي وليت خايفه منه ولي ولا يتلقاو لي ولدي ولا ولا يخصوني انا وجهي و... ولدك باقي صغير اه ولدي باقي صغير يلاه ست سنين طالع في سبع سنين كي في التحضيري وانا دابا درت لي انتقال عادة هنا قالوا لي عاوتاني خلصي لا سيونس والدخله ونقدر نبدل شي الادوات وعندي وقت ديال الانتقال الجشغه اليوم فهمتي يعني عندنا دارنا علاش غنبقاو جالسين عند الناس عندنا دارنا اه بسبب هادو منطقة البرنوس اه مشينا عندهم مشينا دي. اه درنا شكاية وكيل الملك آه درنا الشكايات ديالنا أنا نيت غدا عرفتني واحد الشكاية غدا غادي ندفعوها عليهم نيت ودابا هما كيقولوا حنا اللي خويناهم من البرنوس دارنا وخوونا فيها كنا في دارنا دابا جالسين عند الناس والبزنازة جالسين في جالسين عادي انا ياخذوا لي حقي انا ياخذوا لي حقي مني انا مطالبه ياخذوا لي حقي ليش حاجة ولا طرات لي شي حاجه وهاد الناس هما سبابي الا تاديت في وجهي ولا ولدي ولا وهاد الناس هما سبابي هاد البزنازه هما سبابي هما اللي داو لي حيت انا حتى حد ما شاده ثقابي ما كنخرج ما والو مقابله خوتي ماما ما خدامه انا مقابل خوتي انا كنعطيهم الدواء اني كنصب لهم انا كنوكلهم مقابلاهم ما كنخرجش كاع صافي هو هو بغاني نسمح ليهم واش واحدين مقتصمين وغتسمح ليهم ما يمكنش نسمح لواحد لو مقتصبني